جدر أصلي. فهمت يا أصلي؟ المايه دي ساعة طول الوقت وأنا معرفش. أنا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده أنا ماليش فيه، وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شوية بس يا سوريا، ما تبقيش كابسة علينا قوي كده. معلش يا باشا، أنا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تتبحن. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس أنتوا الأول. أنت إيه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي أنت بتقوليها دي لو طلعت صح، ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الألوف يا باشا. يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا عيب يا باشا؟ سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت ب 100 راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوف مين يا بت. عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا يا امه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا امه، وإن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين، فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس أنت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ أنت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ أنا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح، والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. مظبوط. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا ياسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. بالتوفيق. ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا.
ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي. هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا بطل. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على